اتجاهاتها وأصواتها، وكذلك تشاؤم الأشخاص، بعض الأشخاص خصوصا الذي عنده عيب في جسمه كالعور، أو التشاؤم في الأوقات والأزمنة، هذا هو التطير، لأنه يتنافى مع التوكل على الله، حسن الظن بالله والإيمان بالقضاء والقدر، فهو يخل بالتوحيد، لأن الأمور بيد الله، وما يجري كله من عند الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، ليس للمخلوقات دخل في ذلك ولا تسبب في ذلك. هذا هو الإيمان، العقيدة الصحيحة. أما أن يعتقد في الأشياء ويتشاءم بها فيرجع عن حاجتها وعن ما عزم عليه، هذا هو التطير. والتطير آفة قديمة في العالم، خصوصا مع ضعف الإيمان أو فقد الإيمان يوجد التطير. قد كان في قوم فرعون لما جاءهم موسى عليه السلام وهارون في الرسالة ودعوهم إلى الله، تشاءموا بهم وقالوا، قال الله جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه حسنة، أي الخير والخصب ونزول المطر، قالوا لنا هذا، أي هذا نستحقه، ليس هو فضل من الله وإنما هذا استحقاقنا، فلا يشكرون الله عز وجل، لا يعترفون بفضله. وإن تصبهم سيئة، أي جدب وانحباس مطر أو أمراض، يطيروا بموسى ومن معه من المؤمنين ويقولون: أنتم السبب، هذا جاءنا معكم بسبب الدعوة إلى الله عز وجل. فهم اعتقدوا الخير من غير الله، واعتقدوا أن الشر من غير الله عز وجل، ولذلك ذمهم الله جل وعلا، يطيروا بموسى ومن معه. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما يصيبهم فهو بقدر الله وقضائه. يجب الإيمان بالله والدعاء والاستغفار وعدم التشاؤم في المخلوقات. قالوا: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تجهلون. هذا من الله سبحانه وتعالى، يقدر الشر عقوبة بالسيئات والذنوب، يقدر الخير فضلا منه سبحانه وإحسانا منه إلى عباده. وكذلك كان في ثمود، في قوم صالح، لما جاءهم ودعاهم إلى الله قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. طائركم عند الله، أي بقضائه وقدره، وليس من عندي ولا من عند المخلوقات. فيعتقدون أن الخير هو الشر، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتقدون أنها هي الشر، والصلاح يعتقدونه فسادا لانتكاس فطرهم. وهذا ما يقوله كثير من الصحفيين اليوم، يقولون: ما أخرنا ولا تسبب لنا في هذا النقص إلا هؤلاء العلماء والدعاة وأهل الخير، يثبطون عن
التقدم وعن الرقي وعن الحضارة وعن اللحاق بالأمم، فهم السبب، فتشابهت قلوبهم والعياذ بالله. وكذلك أصحاب القرية التي ذكرها الله في سورة ياسين، إذ جاءها المرسلون لما جاءها المرسلون ودعوهم إلى الله سبحانه وتعالى قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيروا بالمرسلين، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم، في آيات قال طائركم عند الله، وفي هذه الآية قال طائركم معكم، أي بسبب ذنوبكم، طائركم معكم أي بسبب ذنوبكم، أنتم السبب في هذا، لا أهل الخير، أهل الخير إنما هم سبب للخير والصلاح، وأما المعاصي والذنوب وأهل الشر فهم سبب للمصائب والعقوبة، أنتم السبب، طائركم معكم أي بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، فتوبوا إلى الله عز وجل. فهذه سنة جاهلية، تطير سنة جاهلية. لا تتناسب مع الإيمان ومع التوحيد ومع العقيدة الصحيحة. الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله، إن أصابه خير شكر الله، وإن أصابته سيئة فيعلم أن هذا بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ربه، هذا هو المؤمن. وكذلك تشاءم بمحمد صلى الله عليه وسلم، تشاءم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم ينسبون الحسنات إلى أنفسهم وينسبون السوء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يقولوا للرسول هذا بسبب. السيئة المراد بالحسنة والسيئة هنا ليس الذنوب والطاعات، المراد بالحسنة المراد بالحسنة الخصب والخير والمطر والنبات والزرع، هذه الحسنة، والمراد بالسيئة العقوبة والمصيبة والجدب والحباس المطر والأمراض، هذه الحسنة والسيئة في هذه الآية. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة كلها من عند الله أي بقضائه وقدره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، مثل قوله طائركم معكم بسبب نفسك، فاستغفر الله وتوب إلى الله ولا تلقي بهذا إلى غير الله عز وجل. فهذا هو التطير، وبيان أنه يخل بالتوحيد والعقيدة وأنه من دين الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا في قوم موسى لما تطيروا بموسى ومن معه، قال الله جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما أصابهم فهو من عند الله وليس من موسى ومن معه كما يزعمون أو يدعون. نعم. وقوله قالوا طائركم معكم يا أصحاب القرية، سورة ياسين، لما قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم، أي بسبب أن ذكرناكم
بالله عز وجل نسبتم إلينا ما أصابكم من السوء، هذا طائركم معكم بسببكم أنتم لا بسببنا نحن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. يكفي هذا لأن اليوم في استسقاء، تستعدون لصلاة الاستسقاء. إلى درس قادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.